كريم عم كريم في ايه؟ كريم المسكين دول عايزين. اهلا استاذ، فرح ولا طور ولا عيد ميلاد؟ تحت امرك. انا عمك بركة ابو الواد كريم صاحب الفرش ده. خلاص يا ابو خلاص. خلاص ايه يا هلا؟ لما تشوف الهوانم عايزين ايه اجري هاتهم حاجه ساعه. اهلا وسهلا. مالك مستمر كده ليه؟ معلش الواد ده طول عمره رخمه كده بيغرق في شبر ميه. خلاص ايه؟ خلصنا بقى يا عم بركه. ايش كده الدروس ما فرشناش؟ حاضر شايف؟ شايف يا ابن الكلب جبت لنا الكلام؟ معلش استنى، هو الواد ده لخبط طول عمره كده، انا هجيب الحاجه الساعه، رحب بيهم وهات كراسي يلا اتحرك. يلا خلاص شو نادرة؟ كنت هقول لك على ايه؟ ليش عم بتكذب علي؟ شو كان رح يفرق لو كنت محارب؟ انا ما كان بدي حدا غني، انا بدي حدا ما بيكذب علي. بس خلاص اللي بدي اعرفه عرفته. سلام يا اسطى. الحاجة الساعة. الله، ما راحوا فين؟ ايه اللي عملت لهم ايه؟ راحوا فين؟ يا ارحمني بقى، كفاية اللي طينت فوق دماغي، ارحمني بقى. استنى انا في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الله، تعال رايح فين؟ رايح في 60 داهية. يا كريم مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل يا ابني؟ ما تقول لي. يابا هي دي البت اللبنانية اللي كلمتك عنها. لبنانية؟ ايوه. انت مش تلاغين هلا، سايبني على غنايه كده. معلش ما حصلش حاجه. اجري وراها الحق. اجري وراها ايه؟ ما خلاص باظت زي ما كل حاجه باظت فوق دماغي. ولا يعني انا اللي عكيتها؟ عن شو عم تبكي هلا؟ عم بكذب عليك. شو كان رح يفرق معي غني ولا فقير؟ عن جد هيدا حيوان. احسن انك عرفتيها حقيقته. الله، في ايه؟ هي ما بتردش ليه؟ خلاص يا راجل اديني جيت اهو. يا سناء، ايه اللي اخرك وغوشين عليكي؟ اعمل ايه في الواد جمال؟ موقفني في اخر الدنيا، خايف لابوي يشوف هو بياخد مني الفلوس. وخلاص اديتيله؟ اخر 20,000. ومضيتيه على الوصل؟ طبعا، امال ايه؟ بكره ان شاء الله ناخد العقد والوصل ونركب البيت من بابه. ها؟ طب بقول لك يا فتحي، ما تستنى شويه يا اخوي، مش بسرعه كده. استنى ايه؟ لحد ما يصرف الفلوس؟ والله واحنا مالنا ومال الفلوس؟ ما خلاص دفعناه، وبعدين جمال باع. هو صغير ولا صغير يعني؟ لا بقول لك ايه، الواد ده بيضرب بودره. صلي على النبي يا فتحي، بودره ايه ده؟ تلاقيه بس بيضرب حشيش ولا بانجو زي ابوه. وحياتك بيضرب بودره وكل الناس عارفين. يا لهوي، بودره يا فتحي؟ مالك يا لهوي، خايف عليك ده ليه؟ ما يكون في 60 داهية، انت نسيت اللي عمله ابوه فينا. اخص عليك يا فتحي، ده برضه ابن اخويا، وانا يعني هفرح لما يجرى له حاجه؟ ما حنية قلبك دي اللي مودانا في داهية. طب اسكت بقى يا فتحي، انت وجعت قلبي على الواد جمال. اتاريه مش واقف على بعض وانا بكلمه. طب وبعدين؟ ولا قبلين، وانت يعني كنت فاكره الفلوس دي بياخدها عشان هيبني بيها جامع؟ لا، بس قلت عايز يتجوز بيها، عايز يتنيل، يشتري عربيه، يعمل مشروع. اصل ابويا فتحي كان منشف عليه قوي وهو صغير. اتاريني بديله فلوس عشان يروح يتنيل يشم يقطعني. يما ايه ده؟ مين؟ مفيش، يما انا عبد الله. ايه يا واد خضتني، جاتك مصيبه. سلامتك من خض يا اما. ايه ده؟ تعالي. ايه يا واد؟ حد يصحي حد نايم كده؟ بقولك ايه، انا غيرت لك الفلوس. جابوا كام؟ 1500 جنيه. اتفضلي. مصيبه كده. هو الحج بيتكلف كام يا واد؟ مش كله ياما، بس مش اقل من 30,000 جنيه. يعني حتى دول ما يودونيش عمره. عمره ياما؟ ده ما طلعكوش المحور. يا سم تتريق وانت حاسس بحاجه؟ والله ياما حاسس، بس هعمل ايه يعني؟ خد يا حبيبي، خليهم معاك يمكن ينفعوك انت في حاجه. انا خلاص مش عايزاهم، هعمل بيهم ايه؟ والله يا عم لو ليك نصيب في الحج هتحج ان شاء الله غصب عن اي حد في الدنيا. لو ليك نصيب، الكلمه اللي بيصبروا بيها الغلابه اللي زيي. يا واد انا جات لي فكره. يجاتك نصيبه؟ ده
لك النهار انا قاعده قدام التلفزيون وشفت لك ايه برنامج مع الاستاذ تمام. قال ايه هيطلعوا 5 الحج بس عاملين اسئله اللي يجاوب عليها هيطلع. والنبي روح قول له خالتك نفيسه بتقول لك جاوب لها انت على الاسئله، يمكن ربنا يكون رايد واطلع. اسئله ايه ويحل ايه يا امه؟ انت عايز الراجل يزور ولا ايه؟ يزور ايه بس، انت مالكش دعوه. روح انت بس قول له امك الله يرحمها كانت صاحبه امي. يمكن انا حاسه كده ان هو هيرضى، هو يعني غرمان حاجه من جيبه؟ ابدا، وانا قلبي حاسس ان هو هيرضى. والنبي يا حبيبي بص، لو رضي مرضيش يبقى راجل خسيس. على الله بقى ما يرضاش. عاوز ايه يا عبد الله؟ بتدخل كده من غير ما تخبط؟ لقيت الباب مفتوح وسمعت صوتك كنت بتعاطي، خفت عليك؟ لا ما تخافش، انا كنت بجهز شويه غيارات لامي بس. طب بتعاطي ليه يا صباح؟ اقعد يا صباح، اقعدي وما تعيطيش، امك ان شاء الله هتخف، والله هتخف. امي تعبانه قوي يا عبد الله، تعبانه وانا مش عارفه اعمل لها ايه، وشها بقى عامل زي الليمونه. طب انتوا ما لقيتوش اوضه عشان العمليه؟ اوضه؟ طب قول سرير. ماشي يا عبد الله. حاجه معاكي؟ انت عارف سكه المستشفى، لو حبيت تزورها هتلاقيها راقده هي وخالتي سعديه في اوضه واحده. هزورها النهارده، ما تزعليش مني. أنا مش زعلانة يا عبد الله، ولو عايز تزورها خليها بكرة، أصلها النهاردة هتغسل. ما بتدعي لها يا عبد الله. صباح مش وقته يا عبد الله، زرحة المستشفى. استر يا رب. ألو، أيوة مين؟ عادل، افتكرت انك ليك اهل تسال عليهم. احنا تمام يا ابني، امك تعبانه قوي يا عادل، ادعي لها يا ابني انها تقوم بالسلام. عندنا حاجات كتير ده احنا حتى مش عارفين نغير لها الكلمه. بقول لك تعبانه، انت ما بتحسش؟ يا ريت الحاجة يا عادل، نفسي هتشوفك قبل ما يحصل لها حاجة يا ابني. حاضر، مش هقول لها. يلا مفاجأة، بس يا ريت تصدق المرة دي. ها، مع السلامة يا دمي، مع السلامة. يا ريت.